بس بالمناسبة هنا، بس عذرا للمقاطعة وأكمل، لا يشرفنا إن إحنا نكون زملاء ليك، وإذا كان إعدادك قال لك إن إحنا بتوع عالم افتراضي، أنت قدامك وأنت عندك 80 سنة كمان لغاية ما ربنا يفتكرك عشان توصل لربع مشاهدات أي واحد فينا. كل من هو على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب شريف أيا كان انتمائه، وخلي الإعداد بتاعك ينفعك. ولكن الإعداد اللي قال لك كده هو لا يحمل لزملائه أساتذته اللي هو إحنا إلا كل حقد وضغينة. وإذا كانت الأيام لفت بينا وطالعين من بيوتنا عشان الظلم اللي بنتعرض له والاضطهاد وتعمد عدم خروجنا في البرامج لأن إحنا صوت الناس وسنظل إعلام الناس إلى أن نموت، هذا لا يقلل منا مقدار أنملة، ولكن العار على اللي بيمسك سكريبت ويتملى يقول ايه، العار على اللي مش عارف يبله كلمة ولا عنده حرية انه يقدر يتكلم بلسان الناس. انتوا اعلام للأسف الشديد دمر ما تبقى من الروح الرياضية. احنا عندنا ازمة حقيقية بسببكم. احنا عندنا، انت بتاع سوفون سبورت ده مفيش حد عملها في التاريخ. هو انت بتنسى؟ التاريخ ما بينساش. انت بتاع موقع سيفون سبورت، يعني لا يخرج منك الا ما هو بوزن السيفون ودورات المياه، ولا يشرف اللي على السوشيال ميديا انهم يبقى انت زميل ليهم. وكنا نحمل لك قيمة واحترام، انا ندمان على كل دقيقة طلعت معاك فيها في يوم من الايام. بالمناسبة بتوع السوشيال ميديا اللي بتقول عليهم كنت انت بتجيبهم عشان تعلي مشاهداتك، وكانت مشاهداتك في الحلقات اللي انا بطلع فيها معاك اعلى مشاهدات بشهادة الشركات اللي كانت بتشغلك. لكن هي المشكلة ان احنا مش بتوع سكريبتات ولا بتوع املاءات، عشان كده اللي امثالك هم واعدادك يترعب من وجود اللي زينا على الشاشات. سيبنا لكم مخدرة، جايين تشتمونا ليه؟ تليفوناتنا عاملة لكم قلق ليه؟ وجودنا من بيوتنا اتعبكم ليه؟ وراضين باللي قسمهولنا ربنا، وبنرضى باللي كتبه علينا ربنا، وعشان كده الرضا مخلينا احسن منكم بمراحل. لو احنا زيكم ما كناش قعدنا في بيوتنا. تاخدنا الايام وتجيبنا وتودينا الامواج وتحطنا وتعمل فينا الدنيا ما تعمل، ويتهمنا ده ويتهمنا ذاك، ويسبنا هذا ويسبنا ذاك، ولكن بفضل الله عارفين ان احنا في النهاية اموات، فما نتكلمش غير كلمة الحق. وانا النهاردة كنت ممنوع من الظهور ورهنت على الناس وخرجت على كم ينفعك اخذه للناس، لان دايما بقول اللي يتخلى عن الناس في شدتهم لا ينتظر ان الناس تقف معاه في شدته او تقول له شكرا في يوم من الايام. هي مواقف لا تشترى يا كابتن مدحت، ومن تعود على قلب الحقائق مش عيب انه يشتم ناس لم تذكره ابدا الا بالخير. روح اسال اعدادك عمل فيك كده ليه؟ بالمناسبه الكابتن مدحت بيقوم من النوم ما يعرفش هيقول ايه، بيجي يقولوا له كذا 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 كذا، انت اللي عايش في عالم افتراضي. انت اللي مدين لك ايحاء انك بتتشاف وانت نسب مشاهدتك صفر. بس دي بما انه ده يخصني حبيت ارد عليها. اما الاهلي فهو كن واثق ان كما رفعوك في السماء هيجيبوك في الارض. وحملة الاهلوية مستمرة حتى غلق برنامجك وايقافك عن العمل.